يعتبر بالدور العقاد الماضي يعتبر مجلس الأمة الحالي أكثر مجلس أنجز عدد من القوانين وعدد من التعديلات. نعم. والتشريعات ما يقارب 80 قانون تقريبا. نعم. بين قانون وتعديلات. لكن أهم القوانين يعني اللي أنا فعلا يعني بتكلم اللي تخص أيضا الشعب الكويتي الذي ينتظر إنجازات، أنا أعتقد يعني هو التأمين الصحي. نعم. وأيضا موضوع أيضا قانون العمالة المنزلية. نعم. لذلك للأسف الحكومة لم تستطع أن تجاري المجلس في عملية إصدار اللوائح، لأن القانون يجب أن تكون له لائحة. لذلك الآن احنا اتفقنا مع الحكومة أن تكون لنا جلسة وجلسة مصارحة في عملية سبب أيضا التأخير في إنجاز اللوائح التنفيذية لهذه القوانين. لكن الأخ وزير الصحة طمننا الآن أن تقريبا المناقصة انتهت في عملية أيضا إصدار البطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين، أيضا قانون الخدم أيضا يعني إن شاء الله في مراحل الأخيرة بإذن الله إن شاء الله.